هم الناس
Let's talk to the
كان بيرسل الكلام في نفس
مستمعين ليكثروا الكفر. كلمة تكثير الكفر يعني ايه؟ بالسماع على طول الكفر بالكفر. وهنا بالذات الآية دي توضح إن هي معناها تسرق الكفر، عارفين ليه؟ لأن مش معقول تسرق الأعمال يذكر إن المسيحيين مستمعين في أول 13 يوم. يعني دي حاجة بتنزل في الناس كتير عشان تسرق، لأنها جاية مش بتسرق. لو كان في الخلق ده في عادة كان هيبقى الناس جايين وليهم معاني قبل الدكتور وتذكر بالقدر سنة الأعمال. يبقى المسيحيين دول بتوع عادة مجتمعين عشان يكتبوا. واضح إن كان يكتبوا كل ما تعبير مثالي يأخذون جنب الراجل. عشان كده سنة الأعمال رقم 2 آية 42 يقول كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكثرة الصبر والصلوات. وكلمة كثرة الصبر جت أكثر نصا في كورنثوس الأولى 10-16 لما يقول كل الرسول الخبز الذي نكسبه أليس هو شركة جسد المسيح؟ ده واضح إن كان الخبز ده شركة جسد المسيح. لاحظوا بقى هنا حاجة جميلة، هو مطلعين في التنجيل عشان كسر الخبز. ودي واضحة جدا في العصر الرسولي لأن كان الاجتماع الأساسي ليهم هو الكتاب. مقتنعين عشان صدروا الكتاب ومقتنعين الخط المعروف. قولوا لي أنا المسلمين في الصين أيهما أحد الأيام المسلمين وقت الكتب والاهتمام؟ الكتاب ولا الاجتماع؟ الكتاب. هو ده وضع الرسول. مجتمعين يكتبوا الكتب. هتلاقوا لما اجتمعوا يكتبوا الكتب فنسيهم معه. لكن هم هتبقى جايين عشان ايه؟ عشان القداس. وده اللي بيحصل برضه ان احنا بنحضر في القداس واثناء القداس بنحضر بعض. لكن احنا جايين نتاكد من الناس. الصلوات التي تقام في القداس عشان نتناول. والوعظ اللي بتتقال في القداس عشان نتناول. يبقى مش مفروض يجي محبات الهدف. احنا مش جايين عشان نكون معاهم بس ولا جايين عشان نصلي بس، احنا يا اساسا جايين عشان نتناول. ولزوم التناول ان احنا صلينا وقرينا الصلاه اللي تكون على كل الصلاه. الخبز الذي نكتبه ليس هو شركه كتب المسيح. عشان كده في كورنثوس الأولى 11 أول آية 20 كان في قضية في 14 كورنثوس الرسول بتاعة الناس يجيبوا كنيسة يأكلوا الشر واحد ياكل ثلاثة يكسر والتاني جعان. دي القضية. هل كلمة تجتمعون معنا ليس هو اللي أكل عشاء الرب؟ يعني أنا مش بتكلم مثلا عن عشاء الرب، بتكلم عن الكتاب كل واحد يأكل في أكل عشاء المسيح. كل واحد يتأكل وقاعد لوحده يأكل أو هو وصف الأدب الإيماني.
بتزعلوا بعض. هل كل واحد يصرف فياخذ عشان يصرف الحاجة؟ هل واحد يجوع ويدفع؟ أفليس لكم بيوت تأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينوا بكلمة الله وتقتلون الذين لا يتبعون؟ إذا لما يجي يتكلم عن الأكل العادي نقول لهم كله في بيوتكم. لما نتكلم عن الأكل الخبز يجتمع في المشكلة في الخبز بتاع البيت. وفي نفس الوقت قال لهم فأهلين السلام كما الله يجعل نفسكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلمت فيها أخذ خبزا وشكر فقدته وقال خذوا كل هذا وجسد المقصود للحكم اصنعوا هذا الذكر. كذلك الكعبة أيضا بعدما عاش قائلا هذه الكعبة هي العهد الجديد لنا اصنعوا هذا كلما شركتم بذكري فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكعبة تخبرون بموت الرب إلى أن يليه. نفس الكلام اللي بيقوله في الكتاب. إذا أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب من دون أن تصافي شكري مبرما بجسد الرب والدم. ولكن يوم أشرب الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. هنا بيقول في الكتاب عن خبز غير عادي وكأس غير عادي. محتاج إن أنا أمتحن نفسي قبل ما آكل وأشرب. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استنقاذ يأكل ويشرب دينه ويشربه غير مميز كسب الرب. نرجع تاني كانوا مخترعين الأول الأسبوع ليكسروا خبزا. وأرجو الآية دي تسأل المسلمة تنبيه. نيجي لقدام بنبقى جايبين عشان نتنام. فما ينفعش ان في حد ياخد الزيادة ما يتموتش. يعني ايه؟ احنا جايين نتكلم عشان نتموتش. حضرتك سمعت بعض الشيء ده ايه يعني كنت بطالب ايه؟ ده محتاجين وعد. احنا بنعمل سمعة وعد مخصوصة بالإنسان اللي دلوقتي. لكن ده غير ان انا احول القدام كل الفخامة بتاعته إلى سمعة ما ينفعش. زي معانا زي معانا. لما سمعوا عشان يكتبوا الخط خطبهم مولى وهو مطلع أن يكتب الباب. بعد ما شرب الباب في الإسلام ولم يحتاج. وأطال الكلام إلى خط البيت. يبقى واضح إنك بتجتمعوا في العشية كانوا في العشية يجمعوا بعض الأيام للصلاة الذي صلى وأثناء الصلاة يبقى فيه وعظ وقراءة كلمة الله وعلى وش الفجر يكون من الباب صلاة النوم وكل واحد يشرب كان شفت أجازات الحج أجازات عندهم يوم السبت بتاع اليهود والدولة الرومانية حسب هي بتعمل أجازات زي ما انت دلوقتي توترتني وانا مش عارف اخش اشوفكم كده زي ما عارف اشوفكم فكانوا بيصلوا في البيت. اطال الكلام الى الخبز الثاني. بولس له واحد كلام جميع عايز يقوله والمستمعون جواهم رغبه شديده ان يسمعوا كل الكلام. بولس هيمشي بمثال مش عارفين نشوف ثاني ولا لا. يا ريت تقول كل العالم وهو يقول انا برضه نفسي ابراهيم مش سامحني انا مش من دون اقول لكم كل اللي عايز اقوله. وانتم تعلمون جيدا ان كلمه الله تنتهي عن السمع. انسان قديس زي بولس الرسول مش ممكن السامعين يملوا ومش عايزين بقى من كتر حلاوه الله وكلامه وجمال الصفات المقدسه. فأطال الكلام إلى نفس الليل. وكانت مصاريفه كثيرة للغزية التي كانوا مجتمعين فيها. يا ترى ذكر شيء من المعلومة دي. أولا عشان يكون الكنيسة لازم تكون منورة
وأنتوا على أمثلة وقمنا على أمثلة وإيدينا على أمثلة وقمنا على أمثلة
قال لك بعيد الكلام ده
واحد يعني يقطع الطين بسرعه والاجتماع فيها مكان كثير.
فعلا ما فيش بيعمل كده. يعني في اكثر من اجتماعي اتفرج على الصلاه بره عن النساء والاطفال. وبعد كده يجي كل يسكت 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 الناس الشعبية دي مهمة جدا. ولذلك احنا بنقول في اجتماعات الشباب حلوة ان الشباب يقعدوا يتكلموا في اجتماع، لكن ادوهم فرصة كمان يخشوا على نص ساعة مع بعض ونفتحوا نفسيهم. مش مخيف. لأن دي مدام الشعبية. عرف عليهم اللي معانا وما تنسوش. من قرب لبعض وقرب لبعض. طول ما هو شايف فوق المنبر لكن لما تكون ايد في ايده بين اصدقاء. عشان كده قال لنا حاجتين رحنا وفي كل بيت. شاهدنا في اليهود واليونانيين. طبعا دول الفئتين اللي هم بيتكلموا اليهود والامم. بحاجتين التوبه الى الله والايمان الذي ربنا يسوع قول واضح وحق. انا عايز اودي ايه؟ توبه وايمان. الايمان بدون توبه ملوش معنى ولا اخرى. والتوبه بدون ايمان ملهاش معنى ولا اخرى. يعني لو واحد مش شديد وبيشرب خلاص قلت له يا عم السلام عليكم كيف الوقت وطلبتين وحدة يكتب عليك لما وقت وطلب الله على الشيء الثاني هيدخل الناس وشيء الثاني. طب لو واحد عايش في قضية وقلت له انت كده هتبقى مهمة تبقى في الطريقة اللي انا مش بعملها قبل التقدير فيبقى تزيد الرزق عايش في قضية فبالتالي لا يكفي. ثلاثة بنين مع بعض التوبة إلى الله والإيمان الذي ربنا يسوع يدعي النبوة ويدعي معرفة الشيء
الكلام الضابع أو الضابع، لكن هو فاهم من أخذ السجن من المسيح. طبعا هذا المفهوم الحديث أنظر للرسالة بتاعتي أنظر لأن لما واحد يعلمني ويقول لي لو سمحت أنا محتاج أتكلم أقول لك لما تتابع شغلانة تبقى كله كذا لكن أنا فكرت إن الله الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. يقول له حاجة ذلك أنا في الخدمة كما رحمنا بنفسك. وكان يقول طول الرسول كان ولا بإنسان الرب يسوع عليه والله الآب الذي أقامه على الجميع. ويقول الكرامة التي أسلمت أنا عليك حتى أمر الخليفة الله. هو يشعر أن أنا بالخدمة من إيد ربنا. لأشهد بشارة أنا كلمة بشارة هي كلمة الإنجيل. الإنجيل اللي بيشهد فيه بولس وغير بعض الإنجيل هو نعمة الله. نعمة الله المخلوق إلى الزمان. الله اللي يقدر يغيرني. لاحظ معانا في المسيحية احنا احيانا بنشعر ان احنا افتدنا كل شيء. الواحد يقعد يبص كده على تاريخه القديم يقول العمر ده عمر مني كل حاجه بايظه مني يجي لي كده سحاب على دماغي كده على عيني من الظلام واشعر ان انا جوايا حاجه عايزه ولا على خط معناها كويسه ولا انتكت ولا في شيء ابدا في حياتي في شيء بطلته. يقول السيد المسيح يقول عندنا غير مستطاع ولكن ليس عند الله لان عند الله كل شيء مستطاع. عارفين الايه اللي حضروها الى تقديمها بتاعت استحقار الاعظم فخاب يعني كفار ويعمل في ايده طينه بيعمل منها عقل وهو بيعمله برضه. ايه يعني؟ الفخاري مرفوض والطينه مرفوض. راح عليهم مره ثانيه عقل عقلها وعقل. وقال لهم هكذا سمعتم من لديكم فقير. مهما انت دورت في انا ممكن في ايديا تصلحها تحطوا نفسكم في ايديا. فقال لي عبد الرحمن فات مني كذا سنة شفت لها عمرة ازاي من بوصلة الدنيا كل حاجة فيها عزة ضيعتها انا يعني كنت بتباكي بعد التدين بعد حكمتي بأنانيتي بكبريائي شهواتي يعني كل حاجة. يقول لي بس حط نفسك في ايديا وانا اعملك وعاء لما النهارده بيعمل حاجة في ايديا لو عندك نص الدرس في البيت وتكسر ممكن ترميه الشتا وتاخد مكان نص الكتاب بتدفع حاجة قليلة يعني لأنه بياخد نفس الدرس اللي هتحطه في المكان يدي يدي ويطلع ويطلع ملاح سنين الزبالة اللي بتطلع من البيت دي دول بتبقى الحضور بتطلع على بلدك لوحده والولد لوحده والولد لوحده والحاجات دي بتدخل في المصانع احنا مسلمين. الحاجة اللي طبعا عندنا خاصية خاصية في الزبالة تطلع لنا فلما كان البشر بيقدروا يعيدوا تصنيع حاجة في بعض ما يقدرش ربنا يعيد تصنيعي يطلعها من المصنع بتاعك كله جديد. هي دي بشارة سبحانه وتعالى. الحياة الجديدة التي في مدينة يسوع ضمن المسيح. والآن زبور الفكر أنا أعلم أنكم بشر من عوام الكبير. خلاص أخذ أرض
لذلك الشيخ اليوم إني بريء من دم الجميع، أنا بريء من دم الجميع. إن برضو نستهدف من أي شاب وهو بيودع الناس تعرف أن أنت بريء من دم الجميع، قل أنت أخطرت حقكم. اسمعوا حظيات الدنيا. ربنا بيقول لك إذا أنا قلت للشرير مرضاً فمنه، وإنت راهن مرضاً ولا تكلمت المرض الشرير وقلت بقيمة الحيائين، فذلك الشرير يموت فيه نفع دمه فمن يدك مكروه. وإن أنظرت أنت الشرير ولم يحكم عن شريك ولا عن طريق البريئة لأنه يموت فيه، أما أنت فقد نجيت منه. لأني لا أحسن أن أخبركم بكل مشورة الله. أبقى كده أقول لكم أنا رب الشيء هيدا لكم بكل مشورة الله. طبعا مشورة الله من جانب الناس هي الخطأ. احترفوا إذا من أنفسكم ولجميع المعايير التي أطاعكم ربكم فيها أخلاقها لتروا كنيسة الله لا تستعين بأمر كلمة اشترى في كتابي
كثير، مش تريد مجتمع تحدثه الله بأكثر من ممكن أرواح الوزير المدار، بل تريد مجتمع فلسطيني معاقين من الناس. الشرارة، بس كلمة الشرارة بتترجم بعض الناس، يقول لك اشترينا مال، حتى يلا اشترينا الشرارة، يعني إذا دام الشرارة حتى ما ينفعش. يقول لك اشترانا من الاب واحد كنا عند الاب واخذنا منه ما ينفعش ما اشترانا في ايه من الاب اللي بيتسال السؤال ده بيفكر في كلمه اشترى بمفهوم التجاري انها تجي تدخل في المكان لكن كلمه اشترى حتى من فضل اشترى مفهوم تجاري مفهوم زي ايه في تعبير ذلك نستخدمه احنا يقول لك لما اشترى عمر ليه اشترى عمر؟ يقول لك ما راحش الحكايه ولو كان راح الان كان العكس فيه هو لما ما راحش اشترى عمر طب اشترى كام؟ اشترى منين؟ تبدا تقول لك عشان ياخد عمر اشترى هنا معناها ايه؟ يعني لما صنع حاجه كان خدها منه من غير ما يكون حاجه أو ممكن يكون سمع حاجة مش محسة، يعني مثلا إيه؟ يقول لك في مادة اشترى سيارة، يعني رايح اشترى مادة، اشتراها إزاي يعني؟ يقول لك بس كان في مشكلة بين اثنين، وهو بيحكم ما بينهم، والموضوع هيطول جدا 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 مش هيطول الحال، فقال له يا عم أنت يعني ايه اللي شاف القضية؟ يقول له اديني 1000 جنيه تخلص القصة. قال له بص بالراجع ده، خد ال 1000 جنيه معايا وخلص الموضوع. هو اشترى ده بس اشتريت ده ايه؟ يعني رجع طب ما فيش اشترى ما هو فوق الدم بس ما ادوش حد هم اشترى الدم لما الدم ده مش مفهوم تقول انه مفهوم التجاري لكن بمفهوم الفداء اللي بتفيد ان انا فداء لبني شكرا على الخطر هو عظيم رفع الفداء المقسمه اللي انا بسمي فيه انا عارف ان انا قررت ان انا بس عشان طلعت بيا المعقول لاني اعلم حاجه يقول لك بقى بقلق انه بعد الرجال فيدخل بينهم الذئاب والخطوره وتشرب على الرعاية. شيء مهم. والمؤمن اكثر ومنكم انتم فيقوم رجال يتكلمون بامور ملتويه يبتذلوا التلاميذ وراءهم. ايهما اخطر عليك؟ لما تجد الذئاب من بره ولا لما يكون من جوه الكنيسه يتكلمون بامور ملتويه؟ كده. الخطرين موجودين. ذئب الخطاب عليه ويرجع للمسيح نفسه كمان. وذئب دخل اسوار الكنيسة إلى رسول القدام يتكلم عن الأمور المنتهية. أمور منتهية يعني شو؟ يعني ظاهرها من ظاهر الكنيسة لكنه بيرسم مخطط. لهذا الكيس يبتدئ التلاميذ وراء هو ده اللي عايزينه مش نكبه بقى وخلاص نقول لا انا فرحان ان انا ليا اتباع ليا تلاميذ انا بقيت بعيد وانتوا عايزين تقولوا لي انا بقيت بعيد انا صدقت انا عملتها في بطوله فانا اخذت مني رنات عشان اعمل المنظر اللي انتوا شايفينه في الاخر عشان الدول ده الحرب انا مش هسيب رسالتي ولا على السجن فين المسيح القدوس اللي مش مطلوب هدفهم يكون لابد من الورق لذلك يكفر المذكرين ان هدفت ايه
بتحكم على انك بتحكم وديعة في ارض الله. استودعت من اخواتي لله ولكلمه نعمتي ان تعتبر حياه الله من خدمته القادره بتقديرها وتعطيك الدراسه مع جميع المقدمه اللي هيمشي فكره ربنا وكلمه الله هيفيدني وياخد قرارات مع جميع المقدمه. حفظ او لبس احد من اشتهي أنتم تعلمون أن الحاجات والحاجات الذين يراعي خدمات أهل هذه اليدان طبعا سمعنا كثير أنهم اشتغلوا فيها في كل شيء رأيتكم أمام هذا ينبغي أن لكم تتعبون وتعرضون الضعفاء اتعب وساعد الناس بغيرك الغلبة مش مقصود بس المال ولكن الضعفاء في أي شيء متذكرين كلمات الرب يسوع قال مقبول هو العطاء أكثر من أشد من العطاء. الأناجيل الأربعة ما جابتش الآية. لكن بقول لهم أنتم كمان متذكرين معناها الكلمة اللي قالها المسيح هي بتتردد على أساس الآن. ودي معروفة إن في كلام كتير قال المسيح ما كتبش في الإنجيل لأن الحكم. بس مظبوط ما عرفش. مظبوط هو الكلمة. قال لنا مخبوط هو أكثر من الحاجة. كلمة مخبوط معناها ممدوح يعني حاجات الملك. لكن كمان معناها السرور. أنا لما حد يجيب حاجة هفرح بيها. لكن تعالى بره كده إن أنت تدي حد حاجة. تلاقي نفسك فرحان أكثر. فالغلطة والعطاء أكثر من الملك. ولما قال كذا كذا على الوالدين مع جميع المنصرة طريق بولس لما يصلي كان يسكت يقول احسن من ركبتي قبل وكان بكاء عظيم من الجميع بوجعهم وقعوا على الارض طول يفضلون متوجعين ولا سيما من الكلمه التي قال انهم لا زالوا وجعوا منها اصابت شيء مشاعر رائعه بين الراحه وأولاد خصوصا جوز كانوا كهنة لكن هو أبوه وخصوصا في شعبه فيقولون صلاة الله طبعا تشوفوني لأن أعرف في الروح القدس أني مش معدي إلا كهنة ثم شيعوه إلى السفينة إلى أن الخلق الدائم في الله.